يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سكنت في مسكن جديد ولم أعلم عن القبلة بأي اتجاه، فاجتهدت وصليت، ثم بعد 3 أيام اكتشفت أن القبلة غير التي قد صليت إليها، فما حكم صلاتي في 3 أيام؟ أول شيء ما هو محل اجتهاد هذا، أنت في بلد وعندك مساجد، ما هو محل اجتهاد هذا، شوف المساجد وتسأل الناس وتعرف القبلة، اجتهادك هذا لا في غير محله، هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كان الانحراف عن القبلة كثيرا فتعيد الصلوات، أما إذا كان يسيرا صلاتك صحيحة، نعم، ولكن تعدل الصلاة في المستقبل، وما مضى إذا كان الانحراف يسيرا فهو صحيح إن شاء الله، نعم.